ممكن للوشاش دقيقتين، ممكن دي فين نجيب في كيس شادي بعد اذنك فادي اسف. بص هنا في نحط لهم هنا حاجة، يا شوف عادل في أي حاجة للوش، في عندنا حاجة نحطها ممكن نحط لهم هنا. أوكي ناخد شوية من دوت ده. أوكي يعني إحنا أصلا حطينا الحاجة وضبناها وبنخليهم هم يبتدوا يبتكروا يخترعوا ويضيفوا من عندهم الإضافات. يعني الفكرة فيها ان الاطفال بصرف النظر نوعيه الاطفال ايه، الفكره ان احنا عايزين نشارك وهم يشاركونا، بسيبهم ممكن هم يعملوا حاجه تانية مختلفه، يعني هم ممكن يشوفوا حاجه تانية يعملوها بطريقه ما خطرتش على بالي. هنا في مثلا الاكياس اللي ماسكها دلوقتي شيف فادي، هي الكوبايات زي الكوبايات اللي احنا بنطبخها او بنعملها، بدل ما تبقى الكوبايه لوحدها معموله وكده وبنحط في قلبها زي فكره العصايه، بعدها بشيلها وبفكها من العصايه بتاعتها، وديت اللي ممكن يعني تدهن باي حاجه، ممكن ندهنها بشويه من الشوكولاته او بندهنها، ممكن ناخد مع اللي شيف فادي ديت ونوريهم، ناخد واحده معاك ابدل معاك، خد ديت واخد الثانيه، فبحط شويه هنا من الشوكولاته وديت ممكن يبقى فستق، ممكن يبقى اي نوع تاني. اوكي نعملها ونعمل تاني وممكن تشكليهم من دول شوكولاته سوداني واي نوع من الانواع دي. اوكي يبقى هنا عندنا صحابنا هنا تبرعوا لان في مجموعه كبيره جدا مستنيه، وكمان عندنا عيد ميلاد، يعني بيقولوا ان احنا نحتفل بكل عيد ميلادهم الشهر ده، احنا بنحتفل طول السنه بكل اعياد الميلاد في كل وقت وفي كل زمان بصرف النظر الحلقه بتتذاع امتى. لكل اللي بيتفرج انا حتى حاسس ان النهارده ده يوم عيد ميلادي، فدوت هيتعمل لاصدقائهم، ممكن هم دول اللي مش عيد ميلادهم لكن بيشاركوا زميلهم اللي هو عيد ميلادهم النهارده ان شاء الله. الحاجات الثانيه اللي هي بقى الظريفه والصغيره اللي هي ممكن نحطها لهم ياكلوا بيها شوك صغيره، لما هنسالهم استاذ وائل نسالهم لما يجهزوا يقولوا لنا علشان ننادي الكل يجي ياكل. اوكي جاهزين خلاص؟ اوكي هم قالوا ان احنا جاهزين، فدلوقتي هنقول لهم بيجوا ياكلوا، هنوضب بقيه احنا الترابيزه هنا ونعزم الباقي، وكمان هناخد ديت لعيد الميلاد، وعندنا شويه هنا كمان هيجوا يشاركوا معانا الفرحه هنا بره كمان.
كل سنه وكلكم طيبين. وهو اصلا يعني مش عارف اقول لك ايه، انا نفسي انبسطت اكنه عيد ميلادي وعيد ميلادنا كلنا، يعني مش بس اللي هم في الشهر ده، لكن كل اللي موجودين النهارده كانوا بيشاركوا اكن يوم جديد ليهم، اتعلمنا حاجات جديده. وان النهارده انا بعتبر ان النهارده هيبقى يوم مميز بالنسبه لنا. وشكرا، بشكر الاخ يوسف الشريف وبشكره جدا جدا، وبدعوه ان شاء الله يبقى جزء معانا في حلقتنا ان شاء الله.